موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولو شاء ربك يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به، فآمنوا كلهم. ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لذلك خلقهم، للاختلاف خلقهم قدرا ليملأ جهنم من الكفار من الجنة والناس أجمعين. فهو خلق جهنم وخلق لها أهلها، ولا بد أن يعملوا بعمل أهل النار، ولا يملأها عز وجل بأحد من الخلق ظلما، وإنما بما عملوه. وما ربك بظلام للعبيد. وفي القول الآخر: للرحمة خلقهم، أي شرعا أمرهم أن يجتمعوا ولا يختلفوا ليرحموا. ولكن تمت كلمته سبحانه وتعالى أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين بعدله، فقدر اختلافهم ليعبد المؤمنون ربهم في وسط أهل الكفر والعناد، وليفعل الكفار ما يستحقون به العقوبة عند الله. كما قال تعالى وقال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أي ييأسوا من أنفسهم أن يهدوا الناس، فليس بأيدينا هداية الخلق، وإنما لو شاء الله لهدى الناس جميعا. فلييأسوا من أنفسهم وليأسوا من الخلق، ولا ييأسوا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. قال: ولهذا قال تعالى: أفأنت تكره الناس، أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين، ليس ذلك لك، ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى الله. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال: لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
وهو أعلم بالمهتدين. وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد، الهادي من يشاء، المضل لمن يشاء لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويجعل الرجس وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون، أي حجج الله وأدلته، وهو العادل في كل ذلك، في هداية من هدى وإضلال من ضل. عادل لأنه لم يظلمهم بل جعل لهم عقولا وجعل لهم قدرة وإرادة وبلغهم دعوة الرسل فأقام عليهم الحجة، فلله الحجة البالغة. فعلوا بإرادتهم واختيارهم وقدرتهم ما قدر الله لهم أن يفعلوه، وإنما فعلوه بقدرتهم وإرادتهم، فلم يظلمهم عز وجل حين أضلهم لأنه أضلهم بعملهم ليس رغما عنهم ولا إكراها عليهم. قال ابن جرير رحمه الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما كان لنفس خلقتها من سبيل إلى تصديقك يا محمد إلا بأن آذن لها في ذلك، فلا تجهدن نفسك في طلب هداها، وبلغها وعيد الله، وعرفها ما أمر ربك بتعريفها، ثم خلها فإن هداها بيد خالقها. وكان الثوري يقول في تأويل قوله إلا بإذن الله عن سفيان في قوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله قال بقضاء الله. هذا كلام صحيح، فإن الإذن في هذه الآية الكريمة هو الإذن الكوني، ولا شك أن الإذن الشرعي للناس جميعا أن يؤمنوا، فإنه سبحانه وتعالى أمر الجميع بذلك، ولكن هنا خص فقال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فعلم أنه بإذن الله الكوني القدري. ولذا تفسير سفيان هو لبيان هذا النوع من الإذن، وهو متلازم، والإذن والقضاء والأمر الكوني كلها متلازمة. وأما الإذن الشرعي فقد قال سبحانه وتعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الله لم يأذن بالشرك ولا بتحريم ما أحل وتحليل ما حرم. وكذا قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي لم يأذن به شرعا. وإلا فالإذن الكوني به فعلوا ما فعلوا، ولولا أن الله أذن لهم كونا لا يترتب على هذا الإذن حب ولا بغض، إلا أن الحب والبغض هو ما يوافق الشرع أو يخالفه. نقول فالله سبحانه وتعالى لولا أنه أذن لما فعلوا، لكن أذن كونا لا بد من التفرقة ضرورة بين الإذن الكوني والإذن الشرعي.
الإذن الشرعية أي الأوامر الشرعية التي أمر الله عز وجل بها ولم يأذن بمخالفتها، ولم يأذن بالشرك، ولم يأذن بمخالفة شرعه سبحانه وتعالى، أي لم يأذن بذلك شرعا، وقد أذن بذلك كونا، فإن قوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، كذلك ما كفرت إلا بإذنه الكوني سبحانه وتعالى، وهو وضع الأشياء في مواضعها، فجعل الرجس والكفر على من يناسبه ذلك من الذين لا يعقلون، لا يفكرون، لا يستعملون عقولهم لما خلقها الله عز وجل لها، لما خلقه الله عز وجل، خلق هذه العقول لأمره الشرعي، فلما لم يعقلوه فإنه سبحانه جعل على قلوبهم الرجس والنجس المعنوي الذي هو الشرك والكفر وتكذيب الرسل. فالله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال وأما قوله يجعل الرجس على الذين لا يعقلون، قال فإنه يقول تعالى ذكره إن الله يهدي من يشاء من خلقه للإيمان بك يا محمد ويأذن له في تصديقه فيصدقك ويتبعك ويقر بما جئت به من عند ربك، ويجعل الرجس وهو العذاب والغضب، وهو العذاب وغضب الله على الذين لا يعقلون، يعني الذين لا يعقلون عن الله حججه ومواعظه وآياته التي دل بها جل ثناؤه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما دعاهم إليه من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان، عن ابن عباس ويجعل الرجس قال السخط. وهذا تفسير باللازم، وليس أن من صفة الله التي هي السخط على الكفار لا أنها هي الرجس، نعوذ بالله أن نفهم ذلك، وإنما الرجس عذاب الله على من كان في قلبه نجس الشرك، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا نجس ورجس العقائد والأعمال التي حلت بالقلوب فاستحقت أن ينزل بها سخط الله وعذابه وعقابه. وقد يقال أن العذاب ذاته هو الرجس، أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وهو أيضا بما كما ذكرنا باللازم، تفسير باللازم، لأن هذا الرجس الذي نزل عليهم، العذاب الذي نزل عليهم بما كان في قلوبهم من الفساد والنجاسة المعنوية والعقائد الفاسدة التي اختاروها بإرادتهم. أتأمل أن الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يعقلون، وليس ذلك لغياب العقل أو لحصول جنون، وإنما هو لأجل أنهم لم يعقلوا عن الله أمره وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الحجة التي جاء بها. وأيضا ويجعل هنا الجعل أيضا الكوني القدري، وإلا فالله عز وجل أيضا جعل أو ذكر الجعل في كتابه على نوعين، الجعل الشرعي
والجعل الكوني، كما قال تعالى في الجعل الشرعي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذا في الأمر في الجعل الشرعي نفاه الله، وكذا قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما شرع لكم، ما جعل جعلا شرعيا في الدين من حرج. وإلا فالناس يصيبهم الحرج كونا لمخالفتهم شرع الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هو الجعل الذي يصيبهم، هذا جعل كوني. وأما الجعل الشرعي فالله ما جعل علينا في الدين من حرج، وكما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذا أيضا الجعل الشرعي، جعله الله عز وجل، شرع له شريعة وأمره أن يتبعها. فأما ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذه الآية: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، فكلها في الجعل الكوني القدري، ولا بد من فهم هذا وذاك حتى تستقيم العقيدة الصحيحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.